السلام عليكم ورحمة الله. احنا الآن في منطقة بوستيبا، بنصور لكم شقة 3 غرف صالة. مساحة الشقة 165 متر مربع، الدور التاسع. طبعا الشقة داخل مجمع سكني. ندخل نشوف الشقة. عندنا هنا المدخل، أول ما ندخل عندنا المدخل، طبعا مباشرة أمامنا على طول المطبخ. عندنا هنا المطبخ، لها بلكونة خاصة فيها. زي ما احنا شايفين هذا المطبخ. مدخل الشقة من هنا، وهذا المدخل. عندنا دورة مياه. الأولى أكرمكم الله، هذه دورة المياه الأولى. نجي نشوف تفاصيل الشقة ونشوف الغرف. عندنا هنا الغرفة الأولى، طبعا زي ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله مساحات واسعة. ونجي على الصالون، نشوف الصالون. طبعا عندنا هنا الصالون، لها بلكونة خاصة فيها. هذه البلكونة من الصالون. طبعا الشقة في منطقة بوستيبا داخل مجمع سكني متكامل. عندنا في المجمع سوبر ماركت، مصلى، صالة رياضة، مسبح، بالإضافة إلى ألعاب رياضية، حراسة أمنية. هذا المجمع من الداخل. طبعا عندنا الطريق الموازي لطريق الساحل، الطريق الجديد في خط طرابزون. هذا هو الطريق، يمر من عند المشروع. نكمل تفاصيل الشقة. نجي هنا على دورة المياه الرئيسية، البانيو. مقابلنا على طول الغرفة الثانية. عندنا هنا الغرفة الثانية، طبعا زي ما انتم شايفين مساحات جيدة ما شاء الله. وأخيرا نشوف غرفة النوم الرئيسية. عندنا هنا غرفة النوم الرئيسية ما شاء الله تبارك الله، برضو مساحة جيدة، لها بلكونة خاصة فيها. عندنا الغسالة موجودة في البلكونة، يعني مساحة الغسالة ومنطقة الغسالة. بالإضافة إلى دورة مياه خاصة فيها. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.